أن تكون مختلفاً ليس أمراً سيئاً على الإطلاق، ولكن هذا ما يجعلني أنا وليس شخصاً آخر. ولكن هل تجرؤ على أن تكون مختلفاً؟ أنا أجرؤ لأنني كرويلا. والآن هيا انقروا فوق زر الاشتراك في قناة واو فيري تيلز لمساعدتنا في الوصول إلى مليون. لا تقاطعيني. والآن لنبدأ قصتي. عبقرية تم التخلي عنها. في يوم من الأيام في بلدة صغيرة كانت هناك فتاة تدعى كرويلا ذات شعر أبيض وأسود لا مثيل له. كان لدى كرويلا أيضاً ولع خاص بالأزياء، وغالباً ما كانت تبتكر تصميمات غريبة الأطوار للغاية. والدة كرويلا كاثرين كرهت هذا بشكل خاص. على الرغم من كونها خياطة، فقد منعت الأم كات هوس كرويلا بالموضة، حتى أنها جعلت كرويلا تستخدم مشبك شعر سحرياً لإخفاء شعرها الفريد باللونين الأبيض والأسود كلما خرجت. وفقاً للأم كات، فعلت ذلك لأنه أينما ذهبوا حولتها تفضيلات أزياء كرويلا إلى مركز الاهتمام. انظري إلى هذا، انتظري، تمتلك تصميمات كرويلا الغريبة قدرات سحرية تسبب الكثير 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 من المتاعب للمدينة بأكملها. ونتيجة لذلك لم تواجه كرويلا السخرية فحسب، بل واجهت أيضاً التمييز بسبب الإزعاج الغريب الذي تسببت به. لهذا السبب تحظر الأم كل تفضيلات كرويلا وتصر على صبغ شعرها ليبدو طبيعياً مثل أي شخص آخر. في وقت مبكر بدأت كرويلا في الانكماش تحت تأثير والدتها وسخرية القرويين. ربما كانت ستستمر في العيش هكذا لولا. استيقظي كرويلا، استيقظي. ما الأمر أمي؟ نحن بحاجة إلى المغادرة. ولكن لماذا أمي؟ نتحدث فيما بعد، علينا أن نغادر الآن. خلف كرويلا كان مجموعة من الأشخاص الغامضين يطاردون الأم وابنتها، ويبدو أن الأمر نفسه كان صحيحاً أمامهم. ومع عدم وجود خيار آخر لجأت الأم وابنتها إلى اللجوء بين بعض الشجيرات دون جدوى. أين هي؟ لقد رأيتها للتو مع شخص ما، ابحثوا عنها على الفور، عديمو الفائدة. عرفت الأم كات أن الخطر كان يقترب. انتظري، لا تكشفي شعرك، لا تقفي، سوف يجدوننا وسوف تكونين في خطر. هناك، لقد وجدتها. لا، انجرفت كرويلا بعيدا إلى العاصمة الملكية هربا من المجموعة الغامضة، لكن الأم وابنتها انفصلتا. منذ ذلك الحين كان على كرويلا الصغيرة أن تدافع عن نفسها حتى أصبحت امرأة ناضجة. على الرغم من أن كرويلا اضطرت إلى القيام بأعمال مختلفة لكسب لقمة العيش، لم تعد تحت سيطرة والدتها ويمكنها متابعة شغفها بحرية. في كل ليلة كانت كرويلا تنغمس في تصميماتها، وعندها فقط تشعر بنفسها حقاً. بعد توفير بعض المال قررت كرويلا فتح محل خياطة لتحقيق حلمها. ومع ذلك ظل موقف الناس المحتقر كما كان من قبل. بغض النظر عن مدى جمال ملابسها، عرفت كرويلا أنها لا قيمة لها إذا تركت معلقة على دمى العرض. ولذلك اتخذت قراراً جريئاً. قررت كرويلا عرض تصميماتها في حفل ملكي. تنكرت في هيئة خادمة، تسللت بسهولة إلى القصر لتنفيذ خطتها.
وبدون الكثير من الانتظار بدأ الحفل الملكي بسرعة، ولكن شيئا ما لم يكن طبيعيا، وقد انبهر جميع الحاضرين بأداء المرأة على المسرح. كانوا مفتونين بشكل غامض، وذلك عندما قررت كرويلا بجرأة أن تسرق انتباه الجمهور. مفرش المائدة الذي أحضرته كرويلا معها كان في الواقع ثوباً، حولت انتباه الجميع بسهولة بمظهرها المثير للإعجاب، حتى أنها لفتت انتباه المرأة الغريبة بعيداً عن أدائها المبهر. لم يحدث من قبل في حياتها أن شعرت كرويلا بهذا القدر من الصدق مع نفسها. بينما كانت تغسل صبغة الشعر الحمراء، شعرت كرويلا وكأنها تغسل مخاوفها وتعود إلى ذاتها الحقيقية. من تلك الفتاة يا بارون؟ إنها رائعة للغاية. جذبت كرويلا بشكل خاص انتباه مصمم الأزياء الملكي بارون، واختفت العارضة ذات الشعر الأسود والأبيض في ظروف غامضة تماماً كما ظهرت. انتشرت الشائعات حول العارضة الغامضة بسرعة في جميع أنحاء العاصمة، وعلى الرغم من أن لا أحد يعرف من هي هذه العارضة الشبيهة بالبجعة، سرعان ما اكتشفوا نسخة طبق الأصل من التصميمات في متجر خياطة كرويلا ذات الشعر الأحمر. ارتفعت سمعة المصممة الغريبة الأطوار ذات الشعر الأحمر، وبطبيعة الحال تمت دعوة كرويلا بسرعة من قبل الملك لتصبح مصممة الأزياء الملكية. عند عودتها إلى القصر، تم تقديم كرويلا كمتدربة للبارونة المصممة الأكثر موهبة في المملكة، ولم يكن هناك أحد غيرها هي المرأة التي غنت في الحفل الأخير. لسبب ما شعرت كرويلا أن هناك شيئا ما خاطئا بشأن البارونة. عاملتها البارونة بعناية مثل الأم. شعرت كرويلا أيضاً بالألفة في تصميمات التي ابتكرتها البارونة. أوه، من هي تلك العارضة ذات الشعر الأبيض والأسود؟ لا أعلم سيدتي، إنها تظل متكتمة كلما جاءت لتأخذ الملابس. هل هذا صحيح؟ حسناً إذن. في الأيام التالية واصلت البارونة استجواب كرويلا حول هوية العارضة ذات الشعر الأبيض والأسود. لكن لماذا تحتاج إلى العثور عليها؟ تلك الفتاة يمكن أن تكون ابنتي المفقودة منذ زمن طويل. من المؤكد أن كرويلا لم تصدق هذه القصة، لكن بطريقة ما كان لدى البارونة دليل يحول تلك القصة إلى حقيقة. قريبا جدا أدركت كرويلا سبب شعور البارونة بالقرب منها، وفي الأيام التالية تحول شك كرويلا إلى اعتقاد. سمحت البارونة لكرويلا بإطلاق العنان لإبداعها واهتمت بها. طورت كرويلا مشاعر أقوى تجاه البارونة. قررت أن تظهر للبارونة تحفتها السرية المخصصة لعرض الأزياء الملكي، ودعتها البارونة لتناول الشاي في استوديو التصميم الخاص بها. سأذهب لإحضار المزيد من الشاي. أثناء استغراقها في الإعجاب بالتصميمات، لاحظت كرويلا بالصدفة وجود باب يؤدي إلى الطابق السفلي، غير قادرة على مقاومة فضولها بشأن التصاميم الأخرى التي احتفظت بها البارونة هناك. لم تستطع كرويلا توقع ما كانت تخفيه البارونة في الطابق السفلي. أمي؟ الأم كات لم تختفي بدون سبب، كانت البارونة هي التي اختطفتها. لقد كذبت، لقد اختطفتك. تلك التصاميم ملكك؟ كيف لا أستطيع التعرف عليها؟ سوف أدمر. لا، يجب أن تغادري على الفور، يجب أن أنقذك. لا، اذهبي الآن وإلا البارونة. لا أهتم بها، لا أستطيع أن أترك والدتي ورائي. البارونة هي والدتك. يا إلهي، أنت لست طفلتي، غادري حالا. إذن هل هذا أنت ذات الشعر الأحمر؟ أنت لست أمي. لا، إنها كذلك. أنا كنت التي أخذتك بعيداً.
في الماضي كانت كات مساعدة بارونا، وعلى الرغم من موهبتها عاشت كات دائما في ظل المرأة الأخرى. نما شعور بالمنافسة داخل كات. مما دفعها إلى اتخاذ قرار باختطاف كرويلا. إذن أنت من منعت الأمر وصبغت شعري لمنع والدتي من العثور علي؟ لقد سرقت حياتي. لم أرغب أبداً في العثور عليها. عندما سرقت الأضواء من فرقة البجعة حينها بحثت عنها، كنت قد خططت للقبض عليها والمصمم، وبشكل غير متوقع كلاهما كانا بجانبي طوال الوقت. لماذا؟ لماذا؟ المجد والجمال لي. ابقي هنا، سأستخدم تصميماتك، أنا فقط أستحقهم. عرفت البارونة سر الشباب الأبدي، فتنت الناس بأزياء ساحرة وأسرت انبهارهم وحولته إلى مصدر للسحر الأبدي لنفسها، سواء من خلال جرعة النوم في الشاي أو الألم. تلاشت كرويلا في حالة من اليأس. كرويلا، كرويلا، أرجوك استيقظي. أنقذت الأم كات كرويلا من المصنع المشتعل، لكنها دفعت الثمن بحياتها. كيف تستطيعين؟ كيف تستطيعين؟ أنت لست. لقد أخفت مشبك شعرك، أنا كسرت القفل. لكن لماذا؟ كنت أخطط لإعادتك، شعرك الفريد. بارونا كانت خائفة، خائفة من أن تسرق الأضواء منها. بارونا لم تهتم بك. لم أستطع، لطالما أحببت تصاميمك. هل قال أحد من قبل شعرك جميل؟ أمي، أمي، لا، أمي. الآن عرفت كرويلا بالتأكيد مكان إقامة عائلتها الحقيقية. أما بارونا استحوذت على ثوب الزهرة الذهبية وأصبحت مركز الاهتمام، مكسوة بتصاميم كرويلا الاستثنائية. تحت الضوء المبهر أزهر الثوب بأزهار ذهبية متلألئة تنبعث منها رائحة عطرة. ومع ذلك، في حين أسرت بارونا الجمهور بكل سرور، عادت كرويلا إلى الظهور بتصميم جديد. كان النحل المحاصر داخل الملابس ينجذب إلى رائحة الزهور المسكرة، وخرجوا لمعاقبة البارونة الشريرة. على الرغم من معاقبة البارونة، لا يزال أمام كرويلا مهمة واحدة متبقية، كانت بحاجة إلى إعادة اكتشاف نفسها. لماذا؟ كيف يكون هذا ممكناً؟ لقد حبستك بعيداً مع كات. أمي ساعدتني، إنها أمي الحقيقية. بعد أن شهد الحقيقة وراء البارونة، أمر الملك على الفور بالقبض عليها. أما كرويلا فقد عاشت لنفسها واعترفت بموهبتها واكتشفت عائلتها الحقيقية. في يوم من الأيام في أرض الحياة، عاشت هناك أميرة جميلة جداً، ستيلا. كانت ستيلا وشقيقاتها دائماً يتدربن بجد ويتطلعن إلى عيد ميلادهن 13. وفقاً لقوانين عالم الحياة، سيتم اختيار كل أميرة بواسطة النار المقدسة ومنحها سحراً يناسب شخصيتها ورسالتها عندما يبلغون من العمر 13 عاماً. نشأت ستيلا في مملكة الجنيات على أمل أن تحصل على سحر خاص، لأنها كانت أميرة خيالية ذات خلق طيب للغاية وتساعد الناس دائماً. ثم جاء عيد ميلاد ستيلا 13 أيضاً. شاهدت الملكة والجميع بقلق وهي تسير إلى النار المقدسة لتلقي البركة. ومع ذلك، مع مرور الوقت لم تتغير النار المقدسة، ولم يكن هناك ضوء يلف ستيلا مثل أخواتها من قبلها. بدأ الجميع بالهمس والنميمة. أصيبت ستيلا بالصدمة وخيبة الأمل لرؤية النار المقدسة، ثم انفجرت في البكاء وطارت بعيدا. منذ ذلك الحين شعرت ستيلا دائما بالذنب، لأنها كانت الشخص الوحيد الذي ليس لديه سحر في هذه الأرض. كانت تحاول دائماً مساعدة الناس، لكنها دائماً ما كانت ترفضها وتنبذها الجنيات الأخريات الذين اعتقدوا أن شخصاً بدون سحر مثلها كان يعيق الطريق. ستيلا، لا تثبطي عزيمتك،
أعظم سحر هو اللطف، احتفظي به معك دائما. نعم، سأتذكر دائما ما قلته لي. في عيد ميلادها 20 جاءت ستيلا بمفردها أمام النار المقدسة لتطلب البركة. لقد جربت كل هذه السنوات، أرجوك انظري إلي وباركيني، سأستخدم سحري لمساعدة الناس. بمجرد أن انتهت ستيلا من الحلم، رأت أن النار المقدسة تتلاشى وجاءت الغيوم الداكنة من العدم ونشأت عاصفة مما جعلها تصاب بالذعر. ظهرت الملكة الخيالية لتبدد الغيوم وعانقت ستيلا لطمأنتها. ستيلا، في الواقع النار المقدسة موجودة منذ زمن طويل، منذ عهد الملك الراحل. كان على جدتنا أن تقاتل العديد من قوى الظلام لحمايتها. وتعرضت للعنة. أنه سيكون هناك سليل جنية لن ينعم بالسحر، وسيكون من يدمر هذه الأرض. هذا الشخص هو أنا، أليس كذلك؟ أمي؟ اعتقدت أن ذلك لن يحدث، لكني لم أتوقع. أوه، ستيلا المسكينة. فجأة هبت العاصفة بعنف وغرق المكان كله في الظلام، كما ارتفعت النار المقدسة وسقطت في عاصفة قوى الظلام. تضمت ستيلا النار في حضنها على عجل، وحاولت الملكة استخدام كل قوتها للمقاومة. مرت عاصفة قوى الظلام، وكانت النار في يد ستيلا أكثر إشراقاً من أي وقت مضى. بأعجوبة، لم تكن النار أبداً بهذا السطوع. أمي، ربما يمكننا رفع هذه اللعنة، قولي لي ماذا علي أن أفعل؟ عندما كان عمرك 13 عاماً ولم تنعمي بالسحر، كنت خائفة للغاية ودعوت للنار المقدسة لتظهر لي لأرفع اللعنة. لكن الغريب أن صورتك فقط ظهرت في ضوء النار. هل من الممكن أن أرفع لعنتي أنا وحدي؟ سأذهب إلى أي مكان، أفعل أي شيء لتحقيق ذلك. أمي، أتوسل إليك السماح لي بتنفيذ مهمتي. وافقت الملكة الجنية على الرغم من قلقها الشديد بشأن ستيلا، على ذلك لأنها تأثرت بإرادتها القوية. في الليلة التي سبقت المغادرة، ركعت ستيلا أمام النار المقدسة للصلاة. أيتها النار المقدسة، أرجوك أريني الطريق، أخبريني إلى أين أذهب وماذا أفعل لرفع هذه اللعنة. رفرفت النار المقدسة وأضاءت. كان الظهور أمام عيني ستيلا مشهداً لمنزل صغير في وسط غابة عميقة، والطريق إليه يجب أن يتجاوز الأرض السحرية. فقط يمكنك أن تنقذي نفسك في وسط الغابة، ستكون هناك إجابات. بمجرد أن اختفى الصوت، تضاءلت النار المقدسة تدريجياً وحلقت لتلائم كفر ستيلا. نهجت ستيلا، ربما سترافقها النار المقدسة في رحلتها القادمة. وضعت النار بعناية في القارورة الصغيرة التي كانت تحملها حولها. تغلبت ستيلا على العديد من الصعوبات ووصلت أيضاً إلى وسط الغابة. كانت مسرورة عندما كان أمامها المنزل الذي ذكرته النار المقدسة. في ذلك المنزل الغامض ظهرت ساحرة سوداء تراقب ستيلا في كل خطوة من خلال الجرم السماوي السحري بابتسامة شريرة. لم أتوقع منك أن تحضري نفسك للاستسلام، كم أنت شجاعة. ثم التفتت لتنظر إلى ستيلا مستخدمة سحرها المظلم لتقريب ستيلا منها. اقتحمت ستيلا المنزل وألقيت على الأرض وهي تنظر إلى المرأة العجوز في رعب. أنت؟ من أنت؟ أين يوجد هذا المكان؟ من أنا؟ الشخص الذي تبحثين عنه، الشخص الذي ألحق بك اللعنة السحرية. لماذا فعلت ذلك؟ ليس بيني وبينك عداوة. لماذا لا تتصرفي بهذه البراءة؟ من سرق النار المقدسة التي جعلت هذا المكان قاحلاً وجافاً؟ إنه أنتم أيتها الجنيات، احتكرتم نار المقدسة، لصوص طماعون حقيرون. لا، ليس لدينا نوايا سيئة، استخدموا التعويذ الخيالية التي تمنحها النار المقدسة
لفعل الأعمال الصالحة وإفادة جميع الكائنات. كذب، لا تحاولي خداعي. سرقتم حياة هذا المكان وحياتي أيضا. لن يحصل أحد على هذا السحر. سننتهي معا. كانت الساحرة غاضبة، وكان الظلام يحول، وكادت ستيلا تقع. تذكرت أن النار المقدسة لا تزال معها. رفعتها ستيلا على عجل أمام الساحرة، لكن النار بقيت كما هي، لا تلمع ولا تلمع. مع ذلك عندما رأت النار ثارت الساحرة للغاية. حملت النار في يدها وبكت بمرارة. أصيبت ستيلا بالذعر وطارت لإشعال النار وطرقتها الساحرة على الأرض فاقدة للوعي. رأت ستيلا نارا حمراء ونارا قاتمة مروية قادمة من الساحرة، ونارا خضراء جديدة في كل مكان تتوسل لإنقاذ هذه الغابة. الرجاء ساعدينا، الرجاء ساعد الغابة. استخدمت ستيلا آخر قوتها لانتزاع النار من يد الساحرة. خلال الصراع أدركت فجأة أن هناك ثقبا في قلبها في صدرها الأيسر، مع وجود شرارات خافتة في بعض الأحيان. النار المقدسة هي قلب المرأة التي تحرس هذه الغابة. يبدو أن هذا المشهد تلاشى، ربما لأنه لا توجد نار مقدسة. إذا أعادت النار المقدسة إلى هذا المكان، قد تكون ستيلا غير مباركة بالسحر إلى الأبد. لكن الغابة والساحرة احتاجتا أيضاً إلى النار لاستمرار الحياة. تذكرت ستيلا كلمات والدتها وذهبت إلى الساحرة بكل قوتها المتبقية، وأمسكت النار المقدسة ووضعتها بسرعة في الفتحة الموجودة في صدر الساحرة. ذلك الوقت ومضى ضوء عبر الغابة، كما تحولت الساحرة تدريجياً إلى امرأة جميلة وشابة، وتبين أن الساحرة كانت خيالية أيضاً. بدت الغابة بأكملها وكأنها غيرت ملابسها إلى اللون الأخضر، وكانت النار المقدسة المفقودة هي مفتاح الحياة هنا. ستيلا، أنت منقذة هذه الغابة، وأنا أيضاً. أنا سعيدة لأنني اتخذت القرار الصحيح. منذ مئات السنين أزالت الجدة الكبرى لقبيلة الجنية النار المقدسة بطريق الخطأ. النار المقدسة التي تمثل الحياة هنا. كنت أتألم للغاية بعد فقدانها، وهذه الغابة أيضاً بسبب ذلك. لأنه كان مؤلماً جداً، فقد لعنت الجنيات. ولحسن الحظ، بفضل قلبك الصادق والتضحية، ساعدتي في رفع اللعنة. أنعمت جنية الحياة على ستيلا، وفي يدها كان هناك نار مقدسة جديدة ذات لون أخضر يمثل الحياة. أعادت ستيلا وجنية الحياة بسعادة النار المقدسة الجديدة إلى أرض الخيال.